كل من يتذكر هتاف احبسوها عندما كان دونالد ترامب يواجه هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 يستطيع أن يعقد مقارنة جديدة مع هتاف أقل فاوتشي الذي تحول إلى واحد من أهم أهداف حملة ترامب في أيامها الأخيرة. الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ظل محافظا على رباطة جأشه في مواجهة انتقادات إدارة ترامب، وظل يتمسك بتقييماته لحجم وطبيعة الخطر الذي يواجه البلاد من جراء تفشي وباء كورونا، وهو ما لم يكن يرضي ترامب الذي لطالما سعى إلى التقليل من أهمية الخطر. رهان ترامب الرئيسي ظل قائما على استبدال المخاوف واستثارة الغرائز، الخوف من عواقب الإغلاق بدلا من الخوف من عواقب الإصابة بكورونا، والشجاعة في مواجهة الخطر بدلا من التخفي وراء الكمامات، والتعايش مع المرض بدلا من مكافحته، وإثارة الكراهية للأطباء بدلا من الامتثال لإرشاداتهم. الغرائز هي جمهور ترامب الأساسي، ومن الناحية الفعلية فقد كان سلاحا فعالا في مواجهة هيلاري كلينتون، ويمكن أن تكون سلاحا فعالا في مواجهة بايدن. يعتمد هذا السلاح على واقع الطبيعة الشعبوية لخطابه السياسي الذي يتوجه إلى الشرائح الاجتماعية المحافظة من جهة والأقل تعليما من جهة أخرى. جمهور ترامب يحب طبعه الهجومي وقدرته على السخرية من خصومه وميله على الاستهانة بالمخاطر وشعوره المفرط بالثقة بالنفس، وهذا الجمهور يمثل قوة كبيرة في الولايات المتحدة ويمكنه أن يصنع فارقا مهما. الاقتصاد تحت إدارة ترامب ظل يبلي بلاء حسنا ولو بمعدلات نمو متوسطة قبل أن يتحول مع الوباء إلى نكسة، وما حاولت حملة ترامب في أيامها الأخيرة أن تقوله هو أن الوباء سوف ينحسر مع توفر اللقاح ويعود الاقتصاد لينتعش تحت إدارته مثلما كان.